أول مصنع لساعات اليد والحائط في مصر. هكذا يصف عمر مكرم مشروعه الذي بدأه مع زوجته قبل 3 سنوات. فكرة صغيرة تحولت إلى واقع كبير، ومصنعين يعملان بلا انقطاع في إنتاج أكثر من 100 تصميم. بدأنا بتصنيع ساعات الحائط كلها، كان عندنا الأول 14 موديل، دلوقتي عندنا فوق 100 موديل. ساعات اليد كنا بادئين برضو تجميع، بعدين دلوقتي بدأنا نصنع أول ساعة مصر اتعملت خلاص، اوريدي نزلت السوق كمان. والمنبه برضو كان يعتبر احنا أول ناس عملوا منبه في مصر، وده برضو أنتجنا موديلين ونزلوا اوريدي السوق والحمد لله كويسين. احنا أساسا كنا بنستورد، يعني احنا بداية الموضوع معانا كان الاستيراد. ايه اللي خلانا نتجه للتصنيع ده؟ كان نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية اللي مرت بيها البلد. يعني احنا عندنا في مجالنا القرارات الجديدة اللي طلعت بتحجيم الاستيراد، تعويم الجنيه، اداني مساحة ان انا اقدر اجازف واشتغل. النهاردة الاول كنت بجيب الساعة ارخص من تكلفتها في مصر، النهاردة لا، انا ببيع بنص تكلفة المستورد. الدعم الذي تلقاه عمر من جهاز تنمية المشروعات مهد له الطريق لبدء مشروعه، ومن ثم التوسع فيه، ومنحه الثقة بالدعم الفني والتقني. من شروط الترخيص الاول ان احنا نروح الجهاز وناخد حاجه جواب من عنده اسمه قانونيه المكان. ولما هم عرفوا ان انا مشروع تصنيع كان فيه اهتمام كبير جدا، ودخلوني كذا مكان، كذا ديبارتمنت، كذا غرفه يعني موجوده، وبداوا يشرحوا لي الحاجات اللي موجوده في الجهاز. كان بدايتها التمويل، بعدين كان فيه دعم فني، كان فيه كورسات بيدوها، في نقطه البيع الدوليه، كانت حاجات كلها مهمه ليا. فده ادانا دفعه في الاول ان انت عندك جهاز كامل، في ناس متخصصه جدا درسوا المشروع بتاعك ووافقوا عليه. اللي عجبني اكتر من التمويل او اللي حسيت فيه ان فعلا انت لما بتخش الجهاز بيبقى في حد جنبك، حد سندك. ما بعد التمويل، اولا ما بعد التمويل في متابعه دوريه من الجهاز للمشروع، فده بيجبرك انك كل شويه تبقى باصص كويس قوي انت فين وبقيت فين. ينافس عمر بمنتجاته كما يقول الساعات المستوردة من الصين والهند، ويسعى مع شريكته في الحياة والعمل أن يصدر هذه الساعات إلى دول العالم، وهي خطوة يرى أنه اقترب من تحقيقها.